دام قلبك ينبض بالحياة إذن لازم يكون فيه أمل. الشغل عمره ما كان وظيفة وبس. الإنسان لو كسب الدنيا كلها وخسر نفسه يكون خسر كل شيء. يا خسارة الإنسان لما يصير وحش ويريد ياكل اللي حواليه. يا خسارة الإنسان لما يموت بداخله الإنسان ويتخلى عن إنسانيته. بغيت أقول إن الكل مقام مقال، والعاقل هو اللي يعرف متى يحب ومتى يكبح عواطفه ويطلقها في الوقت المناسب. السعادة في الرضا والقناعة يا أبوي، في الحب، في الخير، في الجمال، في التعاون. اللي يمشي ورا شيطان ويترك طريق الخير اللي كلها خير مسكين. أغرب رحلة في الدنيا هي رحلة الحياة يا راشد، رحلة ما فيها أي اختيار. انولد وما نكتب تاريخ ميلادنا بإيدينا لأنها عجزين، ونموت وما نكتب تاريخ وفاتنا لأننا مفقودين. متغير خير؟ لا ما في شيء.
مرش. لا الضابك في دنيا ثانية، ايش السالفة؟ سالفة غريبة. ليش غريبة؟ يا الله تراك انت واختك اكيد في يوم الايام كل واحد منكم بيتزوج واولاد ابو اسماعيل ما يتعيبوا بشيء. بس صراحة ابوي انا فتحية طول عمري اعتبرها مثل اختي. بعدين زهرة ايش رايها؟ احنا الحين ما في راي زهرة، وزهرة بنتي ما ممكن تخرج عن طوعي ابدا، واللي اقول عليه هو اللي يمشي. لا تنسى لولا اسماعيل ما كنت انت تعلمت، وهذا الرجال خير علينا مغطينا من فوق راسنا لحد ساس رجولنا. يا ابوي خير علينا شيء والزواج شيء ثاني. واذا كان هو اللي فتح السالفة تريدني اقول له لا؟ ليكون عندك راي غير رايي. يا ابوي انا ما اريد اسبب لك اي احراج، وامرك مثل التاج على راسي. عجيب، ايش السالفه؟ كلامك ما عاجبني صراحه يا ولد. هذه المساله لخبطت كل شيء. ما فهمتك. ترى هذا الموضوع اللي كنت اريد اكلمك فيه. اي موضوع يا راشد؟ حمد مدير الشركه واللي خيره علي انا بعد فاتح لي بيته مثل ما انت تشوف، حمد يا ابوي يريد يتزوج زهره. ايش؟ زهره؟ ايوه زهره يا ابوي. انا اعطيت الرجال كلمه خلاص، وحمد هذا اتصرف معاه، قل له اي شيء، قل له مخطوبه، فهمه. كيف بس يا ابوي كيف؟ اسمع يا راشد، اختك لاسماعيل خلاص، المهم اسمع موافقتك انت، موافق تتزوج فتحيه ولا لا؟ انا تحت امرك يا ابوي. خلاص على خيره الله. زين بس مو من الافضل نسال زهره؟ وبعدين يا راشد بترجع تقول لي زهره مره ثانيه؟ يا ابوي زهره نالت حظها من التعليم، واليوم غير امس، وحتى الاسلام يقول شاورهم في الامر. انت لا تتدخل في هذه المساله، المهم انك وافقت. يا جماعه الغداء جاهز. يلا روح اتغدى، وبعد الغداء انا بروح البلد واروح ابشر ابو اسماعيل ونحدد معاه موعد العرس وكل شيء. ابوي ارجوك لا تجيب هاي السالفه قدام حمد واخته. ليش؟ تراك بتعزمهم على عرس؟ ما يخالف ما يخالف، بعزمهم في الوقت المناسب. حاضر. وين راحت؟ ما تعرفي؟ زين زين. تجري الرياح بما تشتهي السفن. وين راحت هذه؟ ايش اللي صار؟ ما في الا انت. العب انت. أنا سهمت؟ أيوة مهندسة. ليش مستغرب؟ تقول لي أنا سهمت أقول لك مهندسة، تقول لي هند أقول لك سي. المهم أشوف إيش سويت هذه المرة. زين. جهزت الخريطة خلاص، بس إيش؟ شوفين هنا كذي. السلام عليكم. وعليكم السلام. وينك يا أخي أنت؟ عندي حال طوارئ في البيت. ها. خير. ايش صار؟ زوجاتي الثنتين ولدين في يوم واحد. وصلت واحد المستشفى على طول، رجعت البيت اخذت الثانيه حلو على طول المستشفى. والله كيف متفرج؟ والله هذا قاسي عليه سوالف. السلام عليكم. يقول سلام. انت؟ ايوه انا. ما شاء الله ما شاء الله، ايش هذا النشاط كله؟ إذا أنت المنقذ يا صديقي. صديقك؟ أنت بعدك تتذكر ذي السالفة؟ أنت إيش اللي جابك هنا؟ إيش تريد؟ يلا عنكم. ود عمك ويا يشوفك فيها شيء هذي. أنت ما مستحي من اللي سويته؟ إيش سويت يعني؟ خذيت أتعابي نظير شغلي، قدرت مجهوداتي واستلمت. وبعدين هذاك عمي يا بنت عمي. عمك؟ وانت عرفت عمك؟ بقول لك كلمة حطها في راسك، لو صار لأبوي شيء أنا ما بسامحك أبدا. كل معاني الحقد والغل بتكون إلك طول العمر. بنسى أنك ولد عمي وبتذكر الانتقام. معقول القلب اللي يحب
يعرف الانتقام. لكن بعدني بسألك، أنت هنا بأي صفة؟ مع أنه ما من حقك تسأل، لكن برد عليك. أنا هنا بالنيابة عن أبوي، والسيف النائب عن أبوي في الشركة. يعني صارت شركة أسرية. حلو جميل. لكن من متى الحريم يتوظفن في الشركات؟ هذه الأشياء اللي مثلك ما يحسوا بيها ولا بمعانيها، مثل أشياء كثيرة تغيرت أنت ما حاس فيها. كلام حلو ومنمق يا بنت عمي، بس للأسف مجرد هوى. أنت إيش جاي تسوي هنا؟ جاي أهني وبارك البطل الأساطير روميا. روميا، أنت المفروض يكون مكانك السجن. أنا مستعد للسجن معك في عش الزوجية، بس هذا الآدمي يبتعد عنه، وأنا مستعد أصلح كل شيء. ما بخليكم تتكلفوا أي مبالغ. ويعني فرصة تعرفوا الأصيل من الخسيس. تفضل روح من هنا، روح شوف لك حد تلعب عليه بألاعيبك المكشوفة. ما كفاية أنك نهبتنا؟ أنا ما نهبت، هذيك فلوس عمي، وعمي ما عنده أولاد، يعني طال الزمن أو قصر بتكون فلوسي. يا أخي ابتعد عنا، ليش تأذينا؟ يا بنت الحلال، أنا أولى من بطل الأساطير اللي يريد يلهف الأخضر واليابس. أنا ما برد عليك احتراما لهذا المكان اللي أنا فيه، لكن تأكد إذا بغيت أرد عليك بيكون ردي قاسي، أنت ما تستحمله. سالم اتفضل اطلع برا. ما شاء الله. أنا ما ممكن أتزوج بهاي الطريقة أبداً أبداً. يا بنتي أبوش لو يا أمي، أبوي يريد يرضي أبو إسماعيل، يرضي بأي شيء إلا بعواطفنا وقلوبنا. إيش هذا الكلام اللي تقوليه؟ أنت تعلمتي علشان ترفعي صوتك علينا؟ يا أمي يا أمي، أنا ما رفعت صوتي، أنا أقول رأيي، والبركة في المشاركة في الرأي. زين خلينا نعرف رأي أخوش بالأول. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك الله يسلمك. خلاص راشد وافق على الزواج من فتحية، بس انا ما موافقه على اسماعيل. ايش؟ ما موافقه؟ لا، ما احب اسمع منك هالكلمه مره ثانيه. ولدي يطيعني وبنتي تعصيني، معقوله؟ والله كسر راسي نعدت هالكلام مره ثانيه. لا ظني بالكلمتين اللي تعلمتيه في المدرسه بترفعي راسي علينا. لا بنات ناقصات عقل، من متى البنت ترفع عينها قدام أبوها وتتكلم؟ يا ريتك ما خليتهم يتعلموا. يتعلموا علشان العلم ينفعهم، علشان ينفع أنفسهم وبلدهم، ما يتكبروا علينا. أنت غلطان يا حمدان. غلطان؟ أنا غلطان؟ أول مرة تقول يا آمنة، أخاف إن بنتش هذه عادتش. يعني حرام الوحدة منها تتكلم؟ هذا زواج يا رجال، لا سبب الشقة لولدك وبنتك. أنا؟ عمرك ما قسيت عليهم مثل هذه المرة. النصيب يا ولد الحلال لا بيدي ولا بيدك. يعني ايش؟ يعني هذيل اولادك، وقبل لا تفكر في صديقك وجارك وصاحب الجميل فكر في اولادك. قلت لك راشد وافق. وافق لانه ما بغى يردك. اسيلك وبكل امانه، انت ما حسيت الحزن في نفسه؟ معقوله تسوي فيك ذي هو دائما في طوعك وما يخالف امرك؟ معقوله؟ وانت ايش دراك بكل هذا اللي قاعد تقوليه الحين؟ انا اعرف اولادي زين، خليهم يا حمدان، خلي كل واحد يشوف حياته ويختارها. نحن علينا ننصحهم متى ما زلوا، ما يصير على آخر عمرنا نجي ونكرههم فينا. هذا شيء لا يرضى الله ولا رسوله. هذا نصيبه لا بد منه. أنا طول عمري أتعب وأشقى علشانهم، ما فيها شيء ولو لمرة واحدة يسوي شيء علشاني أنا، علشان يرفع راسي قدام الناس وما يخلوا كلمتي تنزل الأرض. إيش بتقول عن الناس؟ هذا زواج يا حمدان. ولو أنا أعرف مصلحتهم أكثر منهم. زين يا ريت لو تأخر سالفة الزواج شوية. ليش عاد؟ أعطيني فرصة أطيب لبنية، وراشد ما لازم نشغله بسالفة الزواج، وهو تو بادي حياته. بس يا آمنة أبو إسماعيل، ما يخالف ما يخالف، أطلبها منك طلب هذه المرة. زين حاضر،
بنشوف آخرتها معك ومع أولادك. بس لازم تعرفي شيء واحد، أولادي لأولاد أبو إسماعيل ولو طال الزمن. سامعة؟ طيب طيب. السلام عليكم. هلا حمد. وعليكم السلام. هرشد خير؟ من راح أبوك وأنت ساكن ما تتكلم معي؟ لا بصراحة الحقيقة يعني خلاص يا رشد خلاص لا تقول شيء. أنا قلت لك في البداية صداقتنا فوق كل اعتبار، صحيح إنك تتمناها لي لكن خلاص هي أختي مثل ما أنت أخوي. أنت إيش قاعد تقول؟ أكيد هذا اللي صار بدليل إنك أنت بروحك وما تريد تواجهني. لا يا حمد لا، كل ما في الأمر أنا تركتك مع أختك، قلت يمكن تريد تكلمه ولا شيء. بعدين الصراحة أنا ما تكلمت معه في الموضوع. نبرات صوتك تقول عكس كلامك. صدقني هذا اللي صار. زين ليش ما كلمته؟ الوالدة شوي مريضة وفي شوية مشاكل معنا في البلد، يعني ما صارت فرصة أتكلم معه. صحيح؟ ريحتني. بس أنت لازم تكلمه، وإذا ما كلمته أنا بروح للبلد بنفسي وبخطب زهرة منه. لا مو الحين مو الحين، كل شيء في وقته، والله يقدم لي فيه الخير. الأكيد إني مشتاق لك يا فاطمة. فاطمة أرجوك سكر، أنا يكفيني إني سمعت صوتك بعد كل هذه المدة اللي كنت أتعذب فيها. فاطمة فاطمة أنا ما أريد أسوي لك أي إزعاج مع أبوك. فاطمة إذا ما سكرتي ترى أنا بسكر. شكرا شكرا من كل قلبي يا قلبي. فاطمة. نعم أبوي. وبعدين معاش؟ تأكد يا أبوي أنا ما أسوي إلا اللي يرضيك. مجرد كلام. أنا إيش سويت من غلط؟ كل شيء غلط. عزلتك، سرحانك، كأنك تعاقبيني، ماخذ موقف مني لأني أوجهك. ما أدري نسيتي أو تناسيتي إن ما في حد في هذه الدنيا يسعى لمصلحتي غيري أنا. أنا عارفة، أنا عارفة يا أبوي ومقدرة هذا. عارفة يمكن، لكن مقدرة؟ لا. إيش أسوي علشان تعرف إن سالم ما يناسبك؟ ليش ساكتة؟ ردي، قولي شيء. أحس إنك تريد تقولي أشياء كثيرة، لكنك ساكتة. لأول مرة أحس معاش بالنقص. طول عمري أقوم بمهام الأب والأم، واليوم فشلت. لا لا يا أبوي لا، لا تقول كذاك. خلاص أنا موافق لزوجي سالم. أنا برد عليه أعزمه وأكلمه قدامش. فاطمة لا تنسي أن هذا اختيارش، ولا تنسي أن أنا أبوش، وما في وحدة تزعل على أبوها. يا سيف يا ولدي الصحة خلاص مثل ما يقولوا، يعني النشاط والحيوية خليناها لكم يا شباب. الله يعطيك الصحة والعافية وطول العمر إن شاء الله يا عم خلفان. يا سيف يا ولدي أنا ما عندي غير هند بنتي. هند هي كل حياتي من يوم هي صغيرة، وأنا كرست كل حياتي وجهدي عشان أربيها. كل همي أني أطمن عليها قبل ما أموت. بعد عمر طويل يا عمي. عمي أنا جيتك اليوم علشان أكلمك في موضوع يخص هند. خير يا ولدي. أنا يا عمي قلت أعرف رأيك بالأول قبل لا أجيب أبوي. عمي خلفان أنا جيتك اليوم علشان أخطب هند لنفسي. أنت؟ بالأكيد أني أكل لهند كل معزة واحترام، ولو وافقت بكون أسعد إنسان بهذه الدنيا. بصراحة يا سيف أنا ما أحصل إنسان أحسن منك أتمنه على بنتي وعلى مالي. يا سيف أنا ما أعتبرك بس أنت موظف أو مهندس معاي في الشركة، بالعكس أنا أعتبرك مثل ولدي. وهذا شرف كبير لي يا عمي. أنا من رأيي أنك أنت الزوج المثالي اللي أتمناه لبنتي.
عمي خلفان انت تشمني بعطف انا ما اقدر اوصفه بصراحة يا عمي. هندي هي حلم حياتي اللي عشت افكر فيه من اول يوم شفتها فيه. بصراحة يا سيف انا تسعدني صراحتك، لان الحب هو اللي يوجد التفاهم والعشرة. على العموم هند هي صاحبة الشام ولازم ناخذ رأيها. أكيد 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 يا عمي، عموما أنا متفائل دائما. طيب أنا أستأذن الحين. طيب حياك يا ولدي. حياك الله. مع السلامة. حياك الله يا سيف. مع السلامة. هند يا هند. أيوة يا أبوي. تعرفي إحنا أقصد أنا وسيف عن إيش كنا نتكلم؟ يعني أنت سمعتي كل شيء. زين إيش رأيك؟ اللي تقول عليه هو اللي يمشي. يعني نقول سيف مبروك، وأول ما يسلم المشروع نزوجكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. فاطمة موجودة؟ أيوة نعم تفضلي. من هند. أهلا أهلا وسهلا. أهلا. كيف حالك؟ خير. أخبارك؟ خير. طيبة؟ الحمد لله. كيفش أنتي؟ الحمد لله بخير. تفضلي تفضلي. وكيف عمي خلفان؟ الحمد لله، وهو يشكرش على مجهودش الكبير معاه في المستشفى. إيش هذا الكلام يا هند؟ ترى هو في مثابة أبوي. صحيح. الحقيقة يا فاطمة أنا جاية أكلمش في موضوع مهم، جاية أحذرش من إنسان تندمي طول عمرش لو ارتبطت معاه. سالم يا فاطمة. أرجوش هند. صدقيني يا فاطمة سالم ولد عمي وأنا عارفة زين، إنسان أناني ما تهمه إلا نفسه، لا يهمه لا عم ولا خال. أنا عرفت من بعض الصديقات إنش تعرفيه، توقعتش فهمتي وكشفتي ألاعيبه، وانتي عارفة زين إيش سوى فينا كلنا. أنتوا كلكم ما عطيتوا سالم فرصة عشان يثبت حسن نيته. ايش؟ كنا ننتظر المباني حتى تطيح على الناس ولا ايش؟ يا فاطمة سالم هذا انسان معدوم الضمير وطماع ونصاب. أرجوش لهذه الدرجة؟ لهذه الدرجة مأثر عليش؟ يا خسارة، كنت اتمنى احذرش منه، لكن يلا انا اللي علي سويته وانتي حرة. فاتلي ديمون عطي فاطمة، يمكن لما تشرب وتهدى شوي وتقدر تشوف وتميز زين عن إذنش. وانتي بعد شوي هنا. خلاص اللجنة تيجي تعاين على راحة، كل شيء تمام والحمد لله. لا وقبل الموعد بعد. انت سويت المعجزة يا معرس. المعجزات كل يوم تتحقق في بلدها يا قاسم. عموما اشكرك. ها وين العروس؟ ما اشوفه، ما اعرف وين راحت، لكنها قالت انها بترجع. الله شوف كيف الحلم صار حقيقة. ما تتصور مدى ساعات اليوم يا قاسم. يعني اللي سواه سالم خدمك انت. انا متضايق وزعلان عليه، لكن ايش اقول، بس يلا الله يهديه. وين كان مشوارك؟ عند فاطمة بنت العم عبد العزيز، لكن للأسف بدون فايدة. خير؟ إيش اللي صار؟ فاطمة عبد العزيز وسالم. سالم؟ أنا
انا يا عمي صدقني باختصار وبدون لف او دوران يا عم عبد العزيز، انا بكون صريح معك لاخر درجه. انا اعرف زين انك تكرهني، بس انا وفاطمه اخترنا بعض. وبعدين المساله متلخبطه كلها. انت علشان ترضى عني اذا لازم تحبني، والمحبه والكراهيه ما بيدنا، المحبه فطره في الانسان. لكن انا بحط يدي على الجرح علشان نكون متفقين. انت بغيت توصل لايش بالضبط؟ الصراحه، الوضوح. انا اعترف قدامك، ويمكن فاطمه الحين تسمعني، اعترف ان انا انسان ما مثالي، لي اخطائي، ومن اللي ما يغلط؟ انت بنفسك اعترفت قدامي انك غلطت لما شجعتني على الغلط يوم ما وافقت على المناقصه، وسميتها غلطه بالنسبه لك وجريمه بالنسبه لي. زين ليش؟ من منا ما يخطئ؟ هذا شيء. والشيء الثاني؟ الشيء الثاني ان انا ما فقير علشان اطمع فيه. يمكن يكون وجهه نظرك اللي عندي حرام، لكن وجهه نظري هي فلوسي، كسبتها من كدي. واذا اختلفنا في وجهات النظر فاحنا متفقين، لان الاختلاف في وجهات النظر لا يفسد للود قضيه. يعني انا ما محتاج فلوس يا عمي، انا لي اسمي واسم عائلتي، وابوي والحمد لله مرتاح ماديا وعنده ارض. يا ولدي لا، ما يحتاج يا ولدي هذه. انا لازم اقول لك كل شيء عني. انا بفترض معك ان انا نهبت، وان مستهتر وطماع وانتهازي. لا، انا ما بفترض معك، انا فعلا كنت كذب. ما في صفه شينة في الدنيا كلها ما كانت موجوده فيه. يا ولدي انا مستغرب من صراحتك هذه. هذه هي الحقيقه يا عمي، هذه هي الحقيقه. انا لو خفيت على كل الناس ما ممكن اخفيها عليكم انتو. انا يمكن يكون في داخلي شر، لكن شر غير طبيعي. يا عمي زواجي من بنتك هو الفرصه الوحيده علشان اتخلص من شري. انا ما اعرف ايش اقول لك يا ولدي. اذا لازم تعرف اني كتله من الشر ماشي على الارض. بس هذا الكلام قبل لا اشوف فاطمه، قبل لا اعرف معنى الحب. انا قلت لك كل شيء عني مع تعليق بسيط، ان انا انسان اريد اعيش، اريد ابدا من جديد، اريد اتخلص من شروري. انا جاي لك يا عمي بقلب مفتوح، طالب السمح وفرصه، فرصه للحياه السعيده النظيفه. يا عمي، يا عمي لو وافقت على زواجي من بنتك فبكون اسعد واحد في العالم. يا سالم يا ولدي، انا كنت محضر كلام كثير، كنت ناوي اقول لك اياه، لكن اشوف كل الكلام طار مني الحين. ما ادري يا ولدي، متى تريد تكون الملكه؟ لا لا يا عمي، نخليها خطوبه مثل ما انت قلت من الاول، وفرصه، فرصه امتحن نفسي الاماره بالسوء، فرصه احس بالتغيير، وانتوا تفكروا على مهل. اللي تشوفه يا ولدي، والف مبروك. بس المره الجايه لا تنسى تجيب الوالد معك. الحمد لله. يا رب اهدني بهديك، وحنن القلوب على بعضها. كسبنا الجولة وحطينا الأب والبنت في الجيب الشمال. حلو، والبقية تأتي. راشد، راشد، خير؟ ايش اللي صار؟ نحن زعلناك في شيء؟ انا احس وكانك فيك شيء وما تخبرنا به. صدقيني غصبا عني يا صفية، غصبا عني. راشد دايما يقولوا ان الصراحة هي اقصر الطرق للوصول لاي هدف. اذا شفت منا شيء انا واخوي حمد ارجوك تقول. انا اللي ارجوك، لا تكثي علي الاسئلة. انا ما شفت منكم الا كل الخير. بعدين انتي لا
لا تظن يا راشد اني اكلمك من وراء اخوي حمد، لا حمد حاسب تغييرك لدرجة انه سألني اذا ما كنت زعلتك في شيء. حمد؟ ايوه حمد يا راشد. راشد انا اعرف زين انك معجب بصفية، والحب يا اخي له عيب ولا حرام ما دام الهدف منه هو الزواج. صفية انا اتمنى لها كل السعادة ومن كل قلبي، اما انا وكأن السعادة محرومة علي، لا من نصيبي ولا من حقي، ما اقدر اخرج عن طوع ابوي اللي رباني، ما اقدر. بعدني ما فهمتك يا راشد. ما دام انكم نبشتوا القرح تفضل معي وانا اخبرك عن كل شيء. زين سبقني انت، انا بروح اجيب كمتي وجه. ايش السالفة يا راشد؟ صار لك مدة وانت تسألني هذا السؤال، ليش ما كلمت ابوك عن موضوعي مع زهرة؟ تسألني ليش كل ما اقول لك نروح البلد تهرب؟ تسألني يا راشد انت دائما مو طبيعي ودائما سرحان، كل هذه الأسئلة انت دائما تسألني اياها. ايوه صفية اختك، انا اكون كذاب لو اقول لك اني ما احبها ولا اني ما حاسس بشعورها نحوي. انا كنت ناوي اكلمك موضوعها، موضوع خطوبتها، مثل ما انت كلمتني بخصوص زهرة اختي. انا كان كل ايمان مثلكم ان الحب عاطفة لازم تنمو في النور. وبعدين تذكر اليوم اللي جاء فيه ابوي هني قلت لي كلمة علشان زهرة، وانا رديت ان شاء الله بكلمة علشان زهرة، وفي داخلي انا كنت اقول بكلمة علشان صافية بعد، بس ابوي حمد هذاك اليوم ما جاي يقول لي ان امك مريضة ولا شيء، لا ابوي جاي يبلغني بقرار اتخذه وجاي يعتمد مني. قرار؟ قرار ايش هذا؟ قرار زواجي من بنت صديق له ابو اسماعيل، وزواج زهره من ولده. ايش كان ممكن اسوي؟ ايش كان ممكن اسوي مع الاب اللي رباني وحرم نفسه وعرضها للموت في البحر علشان انا واختي نعيش؟ ايش كان ممكن ابوي يسوي مع الرجل اللي وقف جنبه واللي ساعدني انا عشان اروح اكمل دراستي بالخارج؟ ايش كنت اقدر اسوي بس؟ وليش تحملت كل هذا وحدك؟ ليش ما شاركتني همك؟ وايش كنت بتسوي يعني؟ على الأقل أكون معاك، أفكر وياك، يمكن كنا حصلنا حل. هو حل واحد ما في غيره. إيش هو يا راشد؟ أترك هذا المكان وأشوف لي مكان آخر. ليش راشد؟ صار مني شيء؟ لا لا سمح الله يا حمد، بس هذا بيتك والحين أنت أختك معك، وأنا ما أريد أجيب لك كلام الناس. أنا بحاول أنسى أنك تكلمت في هذا الموضوع، وبدل ما تفكر في هذه التفاهات فكر كيف أنت تتزوج صفية وأنا كيف أتزوج زهرة وبدون ما تخرج عن طاعة أبوك. معذرة صعبة يا حمد، أكيد أبوي حين مرتب كل شيء، ما دام بين كل يومين يتصل بي بالتليفون يأكد لي. نحاول نحل المعادلة الصعبة، من يعرف كيف؟ بس يا حمد كيف؟ الله حاله. هنا السلام عليكم. وعليكم السلام. عمي خلفان موجود؟ نعم موجود. سالم هذا ايش جابه هنا؟ ليش جاي؟ أنا عارف، عارف أن وجودي غير مرغوب فيه بالمرة، علشان كذي أنا ما باخذ من وقتكم الكثير. عارف أني غلط في حقك يا عمي، في حقكم كلكم. غريبة، هو ليش يتكلم بأدب اليوم؟ انزين وبعدين؟ ايش هذا؟
هذه فلوسك يا عمي، ايش اسوي؟ كون ان شيطاني يصور لي اني اخذهم بدون وجه حق فهي شطارة، لكن ضميري يعذبني، احساس في داخلي يقول لي احسن لك تموت لانك ما صمت اليد اللي تمدت لك واحسنت اليك. عمي ارجوك، ارجوك انك ترحمني من عذاب ضميري. انا ما اصدق، انا ما اصدق انك انت سالم ولد اخوي. شوف كيف يسوي. سامحوني، سامحوني كلكم، سامحني يا عمي. وانت يا سيف، انا ما راعيت الصداقه اللي بيننا وكذبت واتهمتك زور، والحقيقة أنا السبب في كل اللي صار. وانت يا هند ضايقتك باسم الحب، وكان كل هدفي أني أستولي على فلوس عمي خلفان، لكن في الحقيقة أنا ما حبيت غير إنسانة واحدة، فاطمة. فاطمة وبس، فاطمة اللي غيرت كل شيء بداخلي، وأنا لازم أبدأ معها صفحة جديدة. لكن بعد ما أصلح كل اللي سويت من أغلاط وأرجع إنسان جديد، جديد بمعنى الكلمة، إنسان نظيف، نظيف، وأتوب، أتوب، أتوب. الله يقبل توبتك يا ولدي، الله يقبل توبتك إن شاء الله. وأنا عن نفسي سامحتك، وأتمنى أنك تقدر تتغلب على شرور نفسك. الله، الله على قلبك الكبير يا حمي، أشكرك، أشكرك جدا. خلاص يا سالم، أنا اليوم أعتبره عيد، لأن صديقي وصاحبي وجد قراره ورجع لنفسه. أشكركم، أشكركم كلكم، وآسف، آسف أني قطعت عليكم، لكن الحمد لله الحين نرتاح. نعم ارتاح. أستاذن سالم، خليك يا سالم وتغدى معنا. ما يخالف يا عمي، ما يخالف، عندي أشياء كثيرة لازم أصلحها. مع السلامة. سالم. أيوة يا عمي. سألت عن أبوك يا ولدي. يا ولدي كفاية اللي صار. ما أدري كيف أقابله. أبوك من يوم ما زارني في المستشفى ما شفته، ما يريد يشوفني، والسبب أنت، بس تصرفيني في التلفون ويسأل عنه. أرجوك يا عمي، أرجوك لا تزود عذابي، أخاف أروح عنده ويطردني. روح له يا سالم، روح له واستسمح منه، وقبل ما توصل عنده أنا بكلمه بالتلفون وبخبره بكل شيء. أيوة كلمة يا عمي كلمة، وأتمنى أنه يرضى عني، أتمنى. استغفر الله يا ولدي، استغفر الله، أنت روح وما يصير خاطرك إلا طيب يا سالم، توكل. معقول هذا سالم؟ أنا شخصيا ما مصدق أنه هو. سبحان الذي يغير ولا يتغير. أما أنا ما معاكم في هذا كله، أكيد سالم يلعب لعبة كبيرة. لا لا ما أعتقد يا هند، ليش ما يكون حس بأخطائه وتاب؟ ما ممكن سالم. وليش لا يا بنتي؟ أنت ما شفتي حالته المسكين؟ أنا متأكدة أنه يرسم لشيء كبير، ما فيها شيء لو رجع هذا المبلغ عشان ياخذ أضعافه. لا لا يا بنتي لا، أنا ما معاش في هذا الموضوع. ولا أنا بعد،
إذا الأيام بيننا بتثبت مين الصح ومين الغلط. أنا أتمنى أكون غلطانة علشان فاطمة المسكينة، حرام بعد موت زوجها تعيش تجربة فاشلة. على العموم أنا بتصل في أبوه قبل ما يوصل وأقول له عن كل شيء. ها وين وصلتي بأفكارك؟ أنت فاطمة معقولة؟ خير أبوي إيش فيك؟ أنا ما مصدق. وإيش هذا اللي ما مصدقنه؟ الظاهر كنت أنت تتكلم صح ويمكن أنا ما كنت شايف اللي أنت شايفتنا. بعدني ما فهمتك سالم. إيش فيه؟ فوري رجع لعمه خلفان فلوسه. صحيح أكيد معدن هذا الولد أصيل. تعرفي أنا أشبه بهيش؟ أشبه بالذهب، الذهب اللي قاع عليه شوية غبار. هو الحين حاول إنه يخرج الذهب ويرجعه إلى طبيعته وأصله. أنا اللي ما مصدقة يا أبوي إنك أنت تقول مثل هذا الكلام عن سالم. أنا كنت عارفة إن سالم إنسان زين، بس كان باغي الفرصة عشان هو يثبت لكم إنه إنسان بمعنى الكلمة. أنا ما أنكر إن صراحته كبرته في نظري، والشي اللي سواه مع عمه خلفان الحين يخليني أنظر له نظرة ثانية. بس بعدني خايف. خايف من ايش؟ خايف لا يكون زعلان مني لاني جافيته كثير وشكيت فيه كثير، بس انا كنت معذور. انا ما اعتقد يا ابوي ان سالم من النوع اللي ياخذ في نفسه، اقصد يعني. يعني ايش؟ ما ادري. انا لازم ابعد الحاجز اللي بيني وبينه اليوم، لازم اوافق على زواجه منك. تعرفي مفاجأة؟ عاجبنكم اللي يصير في الأرض؟ الأرض عطشانة، إلى متى بنترك الأرض؟ كل واحد منكم جاب له عامل وقال له تفضل قابل الأرض. ما يصير يا أخواني، ما يصير. صدقوني ما حد بيخاف على الأرض غيركم أنتم. كل واحد فيكم خايف تتوسخ إيده. ليش اني ما سويت مثلكم وجبت عامل؟ قلتوا عني بخيل. خلاص الارض نسيتوها؟ الارض نسيتوها خلاص؟ الارض اذا بغت ماي لازم نرويها، واذا بغت حراثه لازم نحرثها او حتى نشرف عليها، وهذا اضعف الايمان. حتى اصحاب الحرف بعضهم قاموا يتركوا حرف اجدادهم وابائهم. لا اله الا الله. يا جماعه الخير احنا ما جالسين نوعظكم، بس فكروا شوية. كلامنا هذا ليكم لأنكم أهلنا وتهمنا مصلحتكم. ليش ما تسوي مثل مسعود أو مثل جمعة أو مثلي أنا أو مثل غيرنا وغيرنا؟ أنا وأعوذ بالله من كلمة أنا شيبة إلا أني أشتغل في أرضي بنفسي. يقولوا اللي بيته من زجاج ما يور الناس بحصى. ايش قصدك يا زايد؟ اقصد وين ولدك سالم؟ قبل لا يرجع كنت تقول انه بيتعلم وبيساعدكم، ومن رجع طار عنك انت. ايش هذا الكلام اللي تقوله؟ معقوله انت تقول هذا الكلام؟ سالم راح يشتغل بشهادته والعمل مطلوب في كل مجال. وسالم سالم يعترف ان غلط في حقكم كلكم وفي حق ابوه. بس يا جماعه الخير الارض ارضكم، لازم تحافظوا عليها وتراعوها بانفسكم. تسلم تسلم يا سالم يا ولدي تسلم. لكن ايش هذه المفاجأة يا ولدي؟ المفاجأة الزينة هي وجودك بيننا يا حاج ابراهيم. الله يبارك فيك يا اخوي يا عبد العزيز مشكور. والله ما عرفت تختار يا سالم. انا بصراحة من سمعت السالفة من اخوي خلفان عن سالم وتغييره قلت الله الله، من هذه الانسان العظيمة اللي قدرت تغير ولدي. بصراحة يا عبد العزيز ما اخفى عليك ان فاطمة دخلت في قلبي قبل لا اشوفها. من طيبك يا ابوي، من طيبك والله. انا من رايي بنحدد موعد الملكة ونزوجها مفضل.
وأنا مفاجأت لهم تذكرتين سفر للخارج يغيروا جو ويستمتعوا بوقتهم. الحقيقة يا عمي هذه مفاجأة فعلا بمعنى الكلمة. والمفاجأة الثانية يا سالم يا ولدي، أنا أصدرت قرار بتعيينك مدير للشؤون المالية بالشركة، وتباشر عملك أول ما ترجع من السفرة على طول. إذن بنقول بالبركة، مبروكين يا معريس. أقول يا عبد العزيز، إيش رأيك بنخلي موعد الملكة والزواج يوم الخميس القريب، وبعد ما يتزوجوا يسافروا براحتهم. أنا ما عندي أي مانع، على بركة الله. السلام عليكم، كيف حالك يا الغالية؟ خير؟ مالش ما تردي؟ ما أرد لأنك نسيت اتفاقنا يا مسعود. اتفاقنا؟ أي اتفاق هذا؟ احنا ما اتفقنا ان احنا نتعلم ونبدأ من جديد. من يعرف كان ممكن ندخل الجامعة، ما اتفقنا على هذا؟ يعني بترك الأرض لمن؟ جيب لك عامل اشتغل فيها مثل غيرك. معقولة؟ أعيب على الناس والعيب فيني؟ الأرض يا الغالية ما تراعي إلا اللي راعيها بعينه وقلبه وجهده. وبعدين أنا ما منعتك إنك تتعلمي، كنت أتمنى يكون عندك طموح مثلي. ما يخالف، اللي ما قدرت أحققه لنفسي بحققه لأولاده إن شاء الله. بس أنا بحققه لنفسي سيد، هذا شيء يسعدني ويفرحني إنك تكوني متعلمة، وكل ما كنت متعلمة أكثر كل ما كانت تربية الأولاد أحسن. أهلاً أبو إسماعيل. أسألك، ولدك راشد بعد ما جي ذي المرة؟ لا والله ما جاء، بس أنا كلمته في التلفون. زين، هو إيش أخبار زهرتنا؟ زهرة الحمد لله استلمت الوظيفة في المدرسة. زين الحمد لله. زين، أقول لك أنا أجيك مع صلاة العشاء إن شاء الله، أريدك في موضوع مهم. حياك الله أخوي أبو إسماعيل، البيت بيتك. جزاك الله خير. يلا إذا تأمر بشيء. الله يخليك. كمان اللي حصل. لو قال لنا أن أولادنا ما يريدوا يتزوجوا. ما قدرت يا آمنة، ما قدرت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عاجبنا كذي؟ اللي يشوفها الحين ما يقول هذه زهرة بنتنا اللي كانت تضحك وترسي علينا البيت من يوم سالفة الزواج، وهي لا تاكل ولا تشرب وطول الوقت في غرفتها. بس خلاص يا أمنة، سكتي سكتي الله يخليك. ولدنا حيلتنا من يوم ما رحت لمسقط وقتله بسالفة الزواج، وهو ما جهنه، ما يريد يواجهك، ما يريدك تشوف الحزن في عيونه. هذه جزاتهم لأنهم طاعوك. بس يا أمنة، بس لا تعذبين أكثر من كذي أرجوك. العذاب هو اللي تسويه لأولادك. كل أب منيته يشوف أولاده سعيدين ومرتاحين، وانت لا يا حمدان. ليش؟ كان ممكن ترجع حساب إسماعيل بمية طريقة. اطمني يا أمنة، بس سوي اللي انت تريدينه، ولو اني بخسر رجالي طول عمره شايلني على كفوف الراحة. لما يجي بعد صلاة العشاء بيكون اللي يريده ربك. أهلا بكم. أهلا بيك. بصراحة اللي صار اليوم أشبه بالمعجزة. الحمد لله المشروع اكتمل، واللجنة أقرت بأنه مطابق لجميع المواصفات المطلوبة، وكل هذا يرجع لفضل الله سبحانه وتعالى وبمجهودات مهندسنا الكفء المهندس سيف بن صالح. بمجهوداته اللي ما أقدر أنكرها عادت الشركة من جديد، وأزمتها وكبوتها انتهت. أشكرك أستاذ خلفان على هذا الإطراء. الحقيقة أنا ما عملت إلا الواجب، وكل شيء كان بتوجيهاتك وخبرتك الكبيرة.
أنا يا أستاذ أشكرك كثير لأنه فتحت لي قلبك ومكتبك وأعطيتني الفرصة الحقيقية اللي أثبت فيها وجودي. وبالأكيد الأكيد لولا تعاونكم جميعا معنا ما كنا قدرنا ننجز شيء، فالفضل لله سبحانه وللأستاذ خلفان ولمجهودكم الكبير معنا، لأنه عملنا جماعي واليد الوحدة عمرها ما تصفق. ما يفوتني أني أخص بالذكر وأشكر كل من وقف معاي في محنتي، وخاصة حمد أو أخوي عبد العزيز. العفو يا خلفان يا أخوي. مبروك يا أبوي، الله عوضك خير. مبروك يا بنتي. يا جماعة، باسمي وباسم المهندس سيف وأبوه صالح، أنتوا كلكم معزومين على زواج المهندس سيف من بنتي هند.